يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق من أجل الحج، وقاصدين الكعبة المشرفة جاءوا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويطوفوا بالبيت العتيق، البيت الذي اكتسى مهابة للناس وأمنا وازدان بخيوط الذهب وآيات من الذكر الحكيم. البداية كانت من أجداد الملك عبد العزيز أمر بإنشاء دار للكسوة مكانت في أجياد، فجلب لها عمال هنود من الهند وجاب جميع المواد الخام، وكانت البداية بسيطة، ومع الأيام ومع العناية والاهتمام يعني حقيقة الكعبة المشرفة نالت العناية والرعاية منذ أن أنشأ منذ أسق قواعدها سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وهي تلقى كل الرعاية والعناية. فعندما انتقلت إلى حي التيسير زادت المواد المستخدمة، استقرت في هذا المكان في عام وافتتح المكان في حي أم الجود عام 1397، زود آنذاك بأحدث التقنيات، والآن صدرت الموافقة الكريمة بتحديث جميع يعني أجهزة المصنع. ثوب البيت الحرام تحاك روعته وتنسج خيوطه بمقربة عنه بعد قرون كان يصنع بعيدا عنه، فقبل أكثر من 80 عام بدأت لكسوة الكعبة قصة جديدة. أنشئ بأمر من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه عام 1346 من الهجرة، وكان مقره في حي أجياد، ثم انتقل إلى حي التيسير أحد أحياء مكة المكرمة، حتى استقر به المقام في هذا المكان في حي أم الجود. شغلنا هذا فن، كفن رسم، كفن هذا لأنه حرفة، أنت بتمشي بعدين لك أجر عند الله سبحانه وتعالى، أول شيء قرآني كله قرآن، ثاني شيء أنه بيته أعظم بيت. في تفاصيل ملامح الرجل تنعكس 30 عاما قضاها صانعا وناسجا للثوب الأعظم يحيكه الفريد من البشر. أنا لي دحين 33 سنة شغال فيه، اشتغلت هنا خالي كان شغال في ذا القسم قسم النسيج اسمه عبد الوهاب خياط، هو اللي جابني هنا، أنا معايا شهادة متوسطة وآلة كاتبة. لما جيت أنا قدمت قالوا لي ما نقبله، عندنا شغل يد. أنا رفضت كشباب كهذا رفضت، قلت لهم أبا. خالي قال لا عادي بعدين نشوف لك طريقة. لما خشيت أنا إيش ابدأ خيط شباب لسه يعني طموحات إني أشكل من كده أوسع يعني إيش يبدو خير، لكن لما اشتغلت حبيت الشغل عرفت إنه هذا لأحسن بيت على وجه الأرض بيت الله، صرت أتقنه وحبيته وصرت أعشق وأشوف إيش أقدر أطور فيه أصور. مهنة طرزت تفاصيل حياة قبل أن تطرز تلك الأنامل خيوط الذهب على أول الكعبة الغراء، ليتعدى جلوسه بالساعات أمام هذه الكسوة مجرد المهنة، فشرفها يتعدى لفخر أبدي يعيشه ويقصه. أفتكر أنه لاحظ كان لنا زميل نمات الله يرحمه اسمه نواف، كنت أنا مستلم معاه صمدية قل هو الله واحد، وقال لي يا أبو هتان إيش رأيك نحسن الغرزة فيها، نحن شغلنا نظيف الحمد لله بس نتكينها مزبوط، اللوحتين هذه نخليها يعني والتمام. اشتغلنا فيها علينا باقي لي أنا جزء بسيط وأغلي الله يعني، صرت مريض ذاك اليوم أخذت إجازة مرضية، في واحد من العيال نغلق المنسج حقه التفت على المنسج حقي، شغله مو زي شغلي، خرب لي اللوحة كلها بواحد حرف، واحد حرف سواء خربت الله حاجه تقول له لا، لانه صار مختلف شغلي انا نظيف لما صار الحرف هذا مميز صار. وافتكرت يعني في الغرز هذه افتكرت حاجات، طورت الغرز انا هذه اما الاخضر هذه طورت فيها، سويت مربعات سويت اشكال حلوه، وبعدين اول واحد اللي طلع حليه جديده لثوب الكعبه يعني من افتكاري هذا من حاجاتي، اني انا طلعت الاداره قلت لهم نسوي حليه جديده لثوب الكعبه، الكعبه الله يشرفها والثوب حقها زي ما هو نعرفه، لكن يبقى نغير فيه شويه حليه شويه، قالوا ايش تبغى؟ نقول نسوي خط من الاركان كده وحقه المرزاب وهذه، الحمد لله ربي وفقنا، ابو الاجر عند الله. قضى عمره هنا
يصنع أشرف وأعظم ثوب على الوجود. شغلنا هذا علمني الصبر، لأنه لازم تصبر عشان تغلق الشغل اللي في يدك. يعني بعض الأحيان أنا أمشي جزء بسيط أشوفه ما صار مزبوط، الحرف ما أخذ وضعه الصحيح، أفتق أقول يجي أحسن من كده، أفتق وأطلع أحسن من الأولاني. طول ما تحبيت الشغل هذا ربنا من عنده سبحانه وتعالى يسهل لك أموره. مصنع كسوة الكعبة بمكة المكرمة، عبد العزيز الفضلي، NBC.